اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. احنا الآن مستشفى زين العابدين، أنا وشاعر أهل البيت أخونا وحبيبنا أبو محمد المياحي والحبيب أبو عباس سيد سعيد الصافي، نسألكم الدعاء لسيد سعيد لأن تيمر حاليا بوعكة صحية، وإن شاء الله ببركات دعاكم، وهو خادم الحسين وابن الحسين، إن شاء الله ما تقصرون عنا بالدعاء. أبو محمد حبيبي، نسأل الله أنه خدمة الحسين بمحبة الناس إلى الدموع اللي نزل على عبد الله إن شاء الله أن يشافيه ويعافيه من عليه الصحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافي هذا السيد اللي طالما يعني صلحت حنجرته وقلمه في خدمة الحسين. كذلك أسأل من الأخوة المحبين محبي أهل البيت شيعة أمير المؤمنين أن يدعون للسيد سيد سعيد الصالح. إن شاء الله إن شاء الله. هذا السيد سعيد سيدنا.